مساء الخير. ازيك يا كريم؟ مساء الخير. ازيك يا يوسف؟ ازيك؟ انا جاي اقول لك شكرا قوي على وقفتك معايا. عدلت الله. وانا مالي؟ ايه علاقتي بطلاق؟ يعني هو انت ما عملتش حاجه عشاني بخصوص الموضوع ده؟ لا، ما عملتش حاجه عشانك وما كنتش هعمل حاجه عشانك ولا عشان غيرك. أسلم على ناس صحابي. طب أستاذ كريم خدني معاك عشان أنا ما أعرفش أي حد هنا في المكان. ها؟ يلا يلا نشوف ناس صحابك. يلا يلا بينا. صحابك فين أصلا؟ هو أنت ليه كارهني قوي كده يا يوسف؟ مش كارهك ولا حاجة، بس يعني أعتقد بعد كل المشاكل دي كفاية، ولا إيه؟ وأنا ذنبي إيه في المشاكل دي كلها؟ بس هي مش موضوع ذنبك ولا مش ذنبك. أنا وأنتي أصلاً ما ينفعش يبقى في حاجة بينا، ولا ينفع نبقى صحاب، ولا حتى ينفع نتكلم مع بعض. عشان إيه كل ده؟ عشان كل اللي حصل يا هند. أنا وأنتي أصلاً ما فيش حاجة بينا. احنا ما نعرفش بعض، وانا اعتقد ما وعدتكيش بحاجه، وانت كمان ما لحقتيش تتعلقي بيا. بص يا يوسف، في ناس ما بتحتاجش وقت عشان تعرفهم وانت تتعلق بيهم. ناس بتتمنى طول عمرك ان هم موجودين في حياتك. ناس بتنور لك الضلمه اللي انت عايش طول عمرك فيها مستخبي. ناس ترضى بشبههم وهم مش شبههم. ناس عشت عمرك كله بتدور عليهم ونفسك تكمل معاهم قصتك للنهاية. ناس تفتح لها قلبك من غير ما تخاف تقول على كل حاجة جواك. يوم ما قابلتك واتكلمت معاك وفتحت لك قلبي وقلت لك على كل حاجة جوايا من غير ما اخاف، حسيت ان انت الانسان اللي عشت طول عمري بدور عليه. كنت عايزه اكمل قصتي مع النهايه. ده اللي انا شايله ليك في قلبي يا يوسف، وحابه اقوله لك، وحابه تكون عارف قبل ما انفذ لك رغبتك وامشي. ما تشوفنيش تاني. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.